لسحب جديد من يومية، سحب رقم 1144 لليوم الخميس 29 تموز 2021. شو ما كنتوا عم تعملوا جهزوا شبكاتكم، صار وقت الربح النقدي مع هاللعبة السهلة والسريعة. إذا ربحتوا 35,000 ليرة أو 120 مليون ليرة، مهم تطلعوا من هاللعبة ربحانين، وإذا مش اليوم يومكم أكيد رح يجي هاليوم. هلأ أنا وياكم ننتقل عن مندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة موجود معنا اليوم بالستوديو لحتى يشرف على هيدا السحب، سحب رقم 1144. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال، كيف صحتك؟ فورا إلى المكنة لنبدأ مع لعبتنا الأولى يومية 3. بالتوفيق لكم جميعا، إن شاء الله بتشوفوا أرقامكم على الشاشة. بنبلش مع أول طابة، 2، طابة تانية 5، والطابة الثالثة 8. 2 5 8 أرقام اليومية 3 لليلة. مشاهدينا إذا تكستون بالدور ضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب400 لتعرفوا قد بتربحوا معنا، أما إذا تكستون حيالله المبلغ يلي دفعتوه ضرب 70 مرة. خلصنا من يومية 3، رح ننتقل أنا وياكم للسحب الثاني يومية 4. تابعوا معنا كل يلي أخدين شبكات يومية 4 وبالتوفيق لإلكن. هالمرة الطابات هن 4 طابات اللي رح تختارون المكنة. منبلش مع الأولى ورقمها 0، طابة تانية 5، صفر الطابة الثالثة، والطابة الرابعة والأخيرة لليومية 4 راح تحمل الرقم 7. 0507 هول هن أرقام اليومية 4 لليلة. إذا اخترتوا مشاهدينا هيدي السيري بالدور المبلغ المدفوع ضرب 4000 مرة، وإذا اخترتوا أرقامكم حيالله المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة، وإن شاء الله تكونوا كتير كتار. بعد ما خلصنا رح نتابع أنا وياكم هلأ مع سحب يومية 5. ثلاث فرص للربح بكل حلقة، إذا ما نقشت باللعبة الأولى بتنقش بالتانية، وإذا مش بالتانية مين بيعرف بالتالتة. طابة الأولى 5، طابة تانية 1، أربعة طابة تالتة 1، عن جديد الطابة الرابعة. بقى عنا طابة واحدة لليلة الطابة الخامسة ورقمها 8. 5 1 4 1 8، إذا ترتيب الأرقام بشبكاتكم هيك مثل ما وارد على الشاشة وطالبينهم بالدور ضربوا المبلغ المدفوع ب40,000 مرة لتعرفوا قد بتربحوا معنا، وإذا أرقامكم حيالله المبلغ المدفوع ضرب 350 مرة. شو ما كان مهم تكونوا صايبين هودي الخمس أرقام، كيف ما كان الترتيب بتكونوا من الرابحين. هلا مثل العادة بآخر كل سحب بنرجع بنأكدكم من نتائج السحوبات الثلاثة بتابلو مع أستاذ جلال، تفضل. سحب يومية رقم 1144 لنهار الخميس 29 تموز 2021. أرقام الرابحة لسحب يومية 3 2 5 8، سحب يومية 4 0 5 0 7، سحب يومية 5 5 1 4 1 8. شكرا لك جلال. مشاهدينا مبروك لكل يلي ربحوا معنا الليله، يلي ما توفقوا بسيطه ملتقانا اذا الله راد الاسبوع الجاي نهار الاثنين بسحب جديد. هلا لوقتها كتروا شبكاتكم من جميع نقاط بيع العاب لليبانيز دي جو من الويب سايت www.lldj.com او الابلكيشن LLDJ. بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده والى اللقاء.